ثلاثة أيام أو أكثر يقضيها سائقو العجلات الكبيرة من أجل الحصول على حصتهم من النفط الأسود أو ما يعرف بالغاز أويل، أزمة أثقلت كاهلهم وجعلتهم حائرين ما بين أرزاقهم وما بين الحصول على حصصهم من الوقود. الأزمات من أزمة لأزمة، البارحة كانت البنزين صارت الغاز، يعني هسه احنا عندنا شغل عايفين شغلنا في سبيل نفول الغاز. يعني اخوي العزيز يعني مع كل هذا ما تفول، يعني انت 4 أيام تظل بالشارع و4 أيام هي ما تشتغل، يعني انت حرب على رزقك صاير. والله مو بس ازمه، يعني ازمه تعبانه فردنا بالموصل وما حد قاعد يشوف لنا صوره حل، ما حد قاعد يشوف صوره حل. يوم 3 أيام 4 أيام واحتمال ما نفول غاز، ما نفول غاز. اول شيء المحطات ما توزع بصوره صحيحه. انا ما اخلي الحمل كله على المحطات ولا اخلي الحمل علينا. المحطات توزع لها 60-70 سياره. ثاني شيء اللي يقفون باب المحطه بالنسبه للشرطه كله قرايبي وصديقي وابن عمي يفوت الساي الثاني. من اسباب هذه الازمه هو فرق سعر الحصه المدعوم عن السعر في السوق السوداء، فاصبح الكثير من اصحاب المركبات يحصلون على حصصهم من اجل بيعها. 300 لتر يبيع منها سائق الشاحنة ما يوفر له أجرة العمل، فبات الوقود يباع ويهرب بصورة شرعية. والله صار لنا تقريبا 3 أيام احنا واقفين على الغاز، وتعرف انت شغلنا يقف اذا ماكو غاز، ومتبادلين يعني حيل حيل على الغاز، ونطالب الحكومة بتشي يشوفونا حال يشوفونا شيء على مود الغاز. يعني هاي صار لنا 3 أيام سيارتي انا طابقة على الحمل. ما حد يسأل عنكم؟ والله ولا حد يجي ولا حد يسأل. يقول أصحاب المركبات الذين يعملون في مجال النقل أنهم المتضررون الوحيدون من هذا الأمر، والأزمة اشتدت عليهم منذ أشهر ولم تلتفت أي جهة معنية إليهم حتى الآن. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.